بير شورتس للمنتخب الهولندي. جاستن كلويفرت، بينما القائد هو ارني ماير، الحكم هو تاتي الان عن طريق صالح عسكري، يلعبها في الامام لوكاس نيميش، هدف اول سريع ياتي الان للمنتخب الالماني، اول اهداف في اللقاء ياتي قبل ان تكتمل النصف دقيقه الاولى بالتحديد في الثانيه 28، ياتي الهدف الاول للمنتخب الالماني في هذه المباراه. اي بدايه سريعه لاحداث الشوط الاول مشاهدينا والمباراه. لم نكمل تشكيلة المنتخب الألماني، ومن الهجمة الأولى عرضية تأتي من جانب نوك الميشا، وعلى طول أسكالها شدها سريعة جاستن كلويفرت يلعب عرضية، هل يأتي الرد الآن للمنتخب الهولندي؟ ولكن من أمام وقته إبعاد يأتي من جانب سكولتر بيك. سكولتر بيك مرر كرة بالأمام عالية، ركلة حرة للمنتخب الألماني، لوريان فيريت يلعبها قوي، هذه محاولة من جديد إلى أمام المنتخب الألماني، جوال بريد الباكو يلعب كرة بالأمام خطيرة المنتخب الألماني، الثاني نعم هو الثاني للمنتخب الألماني، نفس اللاعب فلوريان ميلان بتصويبة قوية رائعة مرت على بين الحارس وألمانيا تضرب بالتالي الأهداف في الدقيقة أدنى منها، هدف في الدقيقة الأولى، هدف في الدقيقة أدنى منها، الله على المرور والمراوغة والتصويبة الأرضية. فيريتس كرة عالية بالأمام، ماشي نادي كولن مرة أخرى كرة بالأمام تأخذ سريعة لكن مرت في مكان خطير، يلعب كرة عرضية تبعد بضربة الألماني في الأمام، لكن صاحب الكرة اختار ان يلعب تمريره بهذه الطريقة. ستيجز وانطلاقة تأتي من جانب اوسكان يلعب كرة من جديد وخطأ في مكان خطير للمنتخب الألماني. ركلة حرة لبريشا في مكان خطير. بريشا ولا هيسدد سدد يا ولد يا بريشا، يا للحظ. الكرة الآن هولندية في الامام، تمريره وانفرود، هدف ضائع الان على المنتخب الهولندي، هدف ضائع الان، الله على التمريره اللي كتير هذا اللاعب يا ولد على التمريره، ريد الباكو والرايه رفعت وحاله التسلل على ميرجين بريشا. المنتخب الالماني في افضل بانقاذ رائع من جانب ده من حارس مرمى المنتخب الالماني، 12 منتخب قبلها ايضا 12 منتخب، هذه تسديده مر فوز على اسبانيا، دي محاولة للثالث الركنية هولندية، هولندا بتضع خمس لاعبين في هذه الركنية داخل بطاقة جزاء المنتخب الالماني، تخرج سريع وانطلاقة قوية من جانب المنتخب الالماني وبطاقة صفراء مستحقة، هي الأولى في هذا اللقاء لعبد الرحمن حراو. على الجانب الأيمن ستينجز يلعب كرة عالية بالأمام مرت مراوغة من جانب بوادو وخطأ وركلة حرة وادو اهدى يا ابو من الخطير فلوريان فيريتس، فلوريان من اجل الثالث من اجل الهاتريك، فلوريان سدد لكن الحارس جاستن فين دامين. سكولتر بيك يلعب كره طويله في الامام بتعود مره اخرى من جديد، دفعه واضحه والمساعد اعطى رمي التماس للمنتخب الالماني. سكولتر بيك امام ميشا، تمريرة طويلة في الأمام لصالح المنتخب الهولندي، تمريرة عالية، لاعب من فاينورد، لاعب من بيس في ايندوفن، ولاعب هولندي، كرة مقطوعة من جديد بعرضية تأتي وتتهيأ أمام لوكاش نيفيشا يلعبها في نفس المكان اللي تحت 21 عام، والهجمة هولندية ممكن تسديدة، يا ولد على التسديدة قوية لكن مرت إلى ركلة يزود على السماء فشل الفنكيد، عرضية عالية مرت بدون متابعة مخطوفة، عادت مرة أخرى من جديد فيها خطأ وركلة حرة للمنتخب الهولندي. خطير ستالم راون يلعب عرضية على الأرض المنتخب الألماني، نيميشا يسدد يا ولد لكن في متناول جاستن بيلوف، في متناول هذه كرة عالية في الأمام، اليورو تحت 21 عام حارس مواليد 98، كرة العالية جاستن يظهر مهاراته فنياته والكرة عادت إلى الحارس وركلة حرة للمنتخب الهولندي تحت 21 عام.
في هذا الشوط الهجمة الآن هولندية بريشا بريشا هيسدد من جديد بريشا سدد مالاسيا بالأمس الآن في الأمام تدخل قوي نقلات مستمرة كاديوغلو عرضية والحارس فين ضامن يمسك بثبات يضمن كورته ويمسك بثبات هذه كرة عالية في الأمام داخل مالويفرت يلعب كرة عالية في الأمام هولندا تبحث عن تقليص النتيجة ولد لابوبرا يريد العودة في أجواء اللقاء من جديد المنتخب الهولندي الشد موجود والخطأ ألماني بالتأكيد لريدل باكون خطأ على ديفيد لريدل باكون لإعادة الأرض بمحاولة الآن لإرسال كرة إلى داخل لا يزال موجود مع الثلاثة وهذه تسديدة والحارس والدفاع تعود من جديد للمنتخب الألماني تحت 21 عام البرتغال خطأ وركلة حرة تغيير اتجاه اللاعب الله على التمريرة الثالث لا 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 غريب كذلك مباراة هولندا والمجر هولندية أجمل الآن والتمريرة ومحاولة عرضية كان في ضربة الرأس وكذلك في الشوط الأول ناطرة من دافيد راوم وهذه التسديدة اللي غيرت اتجاهها ومرت مرر كرة في الأمام لأرني ماير ريدل باكو يلعب عرضية من جديد أوسيان ولا بريشا برأسية لا يا بريشا اتجاه اللعب يا سلام على المرور من على هذه الكرة من جانب بريشا هذه ركلة حرة اتلعبت قوية تسديدة جول للمنتخب الهولندي جول أول يأتي للمنتخب الهولندي رائع الهدف من جانب لاعب بيرشورز مرت من تحت ايد الحارس فين ضامن أصبحت النتيجة 2-1 والوقت المتبقي من عمر الشوط الثاني هيكون ناري بهدف جميلة حتى الآن في هذا اللقاء هذه كرة في الأمام الأول طبعا اليورو الوحيد فيها التعادل ليأتي الآن تعادل لا 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 ابعد في اللحظة الأخيرة ثالث هدف المنتخب الألماني غير اتجاه اللعب كرة عادت خطير بورتو هجمة الآن وانطلاقة الهدفين يسجلوا ماذا لعب هذه هجمة تسديدة قذيفة من بعيد جاءت من راوم لكن مرت على المرمى الهدف الأيسر المنتخب الألماني